ينضم إلينا المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاء. أهلا وسهلا بك. إذن تم الحديث خلال الاجتماع مع الحكومة بأن أسعار السلع الأساسية خلال رمضان أقل مما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي، وبالتالي كيف تبدو الأسعار خلال فترة شهر رمضان المبارك؟ يا ستي يعطيك العافية. بداية يعني فعلا هي رمضان أسعار السلع التي يزداد عليها الطلب في رمضان لهذا العام هي فعلا أقل من أسعار رمضان العام الماضي، وتحديدا على رأس هاي المواد هي مادة الزيوت النباتية التي شهدت ارتفاعات هائلة في رمضان العام الماضي. اليوم هاي المادة أو هاي السلعة انخفض سعرها بنسبة تقريبا 30% عما كانت عليه في رمضان الماضي، بالإضافة للمواد الأخرى من البقوليات والعصائر والتمور، وكل هاي المواد أيضا انخفضت أسعارها وبنسب واضحة جدا. أضف إلى ذلك كان هنالك أيضا راح يكون هنالك استقرار على أسعار سلع السكر والأرز متوسط الحبة، هذا راح يكون عليه أسعاره ستبقى كما هي، تباع في المؤسسة منذ عامين بنفس الأسعار رغم الارتفاعات الحاصلة في السوق على هاتين السلعتين. بالإضافة لذلك وبناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء ستقوم المؤسسة الأسبوع القادم إن شاء الله بتقديم دفعة عروض وتخفيضات أسعار على ما يزيد على 300 سلعة، في غالبيتها سلع غذائية ومن بينها تحديدا السلع الأساسية، وبالتالي هي تمثل فرصة للإخوة المواطنين للتسوق وشراء احتياجاتهم وتحديدا في هذا الشهر الفضيل والذي تزداد فيه المناسبات والالتزامات التي تشكل عبء على موازنة المواطن، وبالتالي ستكون المؤسسة الاستهلاكية المدنية فعالة في التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال تقديمها أسعار وعروض ترويجية على غالبية السلع الغذائية والتي تباع في جميع أسواقها في 69 سوق. طيب جميل، وفرة السلع يعني هل من أي نقص يعني في خلال شهر رمضان المبارك؟ ستي سؤال كويس، يعني لا يعني أنه الأسعار منخفضة بحاجة أيضا إلى توفر مخزون من هاي السلع. اليوم أنا بأكد من خلالكم أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تزيد عن 5 أشهر وتحديدا للمواد الأساسية السكر والزيوت ومادة الأرز، وبالتالي نحن حريصين كل الحرص على استمرارية خلينا نقول توفير هذه الأصناف من خلال مستودعاتنا ومن خلال التعاقدات اللي تمت على هذه الأصناف منذ نهاية عام 22، وبالتالي لا خوف إن شاء الله من نقص أو انقطاع لأي سلعة من السلع التي تتعامل بها المؤسسة، وأنا بهيب من خلالكم بالإخوة المواطنين بعدم التهافت على شراء كميات زائدة عن حاجتهم وعن حاجة استهلاكهم، لأنه بأكد أنه هاي المواد متوفرة بكميات كبيرة. أضف إلى ذلك أنه عملية تخزين كميات كبيرة من الأصناف قد تضر بالمواطن وبهاي المواد من خلال يعني بعض المواد بحاجة إلى ظروف تخزينية خاصة، وبالتالي قد تتلف في حال خزنت في غير هاي المواقع، ويعني ما يجمد رأس مال أو جزء من رأسه لتخزين هذه المواد، وبالتالي أنا بأكد من خلالكم أن المواد متوفرة وستبقى على طيف الشهر. وربما كان هذا سؤالي، يعني كنت أود السؤال عن الحركة الشرائية قبل أسبوع من الشهر المبارك، كيف تبدو؟ يعني صراحة يعني من يومين جاي بلشت أسواقنا تشهد إقبال متزايد من الأخوة المواطنين، وأتوقع أن يكون هنالك زيادة أكبر عند الإعلان عن العروض والتخفيضات الأسبوع القادم، وخاصة أنها بتتزامن يعني قدوم شهر رمضان المبارك اللي ربنا يجعله عام خير شهر خير وبركة على الجميع. لكن هنالك إقبال بدأ من يومين ومستمر وراح يكون بحجم أكبر في الأسبوع القادم تزامنا مع التخفيضات اللي راح تقدمها المؤسسة. طيب نود استغلال وجودك معنا سيد سلمان، ولو تحدثنا يعني بشكل عام عن تحديات صعوبات تواجهها المؤسسة وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك. يعني هو يعني سؤال عام يعني ولكن باختصار. هو يعني إن شاء الله ما في تحديات، ولكن أحيانا بصير الإقبال الكبير في مواقيت محددة وبالتالي يشكل ضغط على أسواقنا، واللي بيكون فيه هنالك خلينا نقول حاجة
دائما اضافيه لنعزز الكميات، وخاصه انه اسواقنا 69 منتشره في مختلف مناطق المملكه. اذا لا داعي يعني للتجمهر لانه هي متواجده في كل الاوقات على مدار اليوم. بالضبط نعم نعم. ف يعني لا التباعد الجغرافي هذا بيشكل علينا عبء سلسله التوريد، انه احيانا قد يحصل تاخير في التوريد، لكن احنا يعني من اليوم مستعدين وتم تموين وتزويد اسواقنا بكميات تزيد عن حاجتها بالوضع الطبيعي لمواجهه اي إقبال متزايد في الفترة القادمة إن شاء الله. شكرا لك سلمان القضاء المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية.